علشان بقى نربط الكلام اللي احنا قلناه، عملنا فيديو كده عن تقرير عن 2003 ومشواره اثناء البطوله وانتصاراته، وايضا لو في واختيارات المنتخب طبعا مهمه جدا جدا، هنعرضها كل دي على في التقرير اللي جاي. نطلع للتقرير ونرجع نكمل برنامج ملعب الناشئين. بدأ فريق 2003 بنادي الزمالك أن يحصد ثمار تألقه بعدما واصل الفريق مسيرته الرائعة في بطولة الجمهورية في الفترة الأخيرة تحت قيادة حسين ياسر المحمدي ومعاونيه أحمد رزق المدرب العام ورامي حسن المدرب المساعد، بعدما انضم 5 لاعبين من الفريق لقائمة منتخب مصر للشباب. واستدعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب خماس الزمالك ماجد هاني وطارق علاء الذين يلعبون في مركز وسط الملعب ويقدمون مردودا طيبا مع الفريق، بالإضافة إلى عبد الله محمد صانع الألعاب وأحمد عبد الرحيم إيشو الجناح الهجومي وعبد الرحمن الفيومي الذي يلعب في معظم المراكز الهجومية سواء كجناح أو مهاجم صريح أو مهاجم متأخر. وانضم خماسي فريق الزمالك لمعسكر المنتخب الوطني المقام من يوم 18 مارس الماضي إلى يوم 29 من نفس الشهر في إطار خطة إعداد شباب الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023 والتي تقام على أرض مصر، ويتخلل المعسكر مبارتين وديتين خلال المعسكر المغلق الحالي أمام المنتخب السلوفاكي يومي 24 و 28 من شهر مارس الجاري بالإسماعيلية. ويحظى فريق 2003 بنادي الزمالك بدعم وإشادة كبيرة في الفترة الأخيرة بعدما نجحوا في تصدر مسابقة بطولة الجمهورية برصيد 57 نقطة وتحقيق سلسلة من الانتصارات المتواصلة تحت قيادة ثعلب الصحراء حسين ياسر المحمدي الذي أعاد بريق 2003 واستكمل مشوارا ناجحا لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق للفريق. ويبدو أن تألق خماس الزمالك في الفترة الأخيرة مع فريقهم دفع المدير الفني محمود جابر للاستعانة بهم، وبالطبع تواجد الخماسي في قائمة المنتخب سيزيد من ثقل موهبتهم وهو ما سيعود بالنفع على اللاعبين المرشحين بقوة للتواجد في صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك في ظل السياسة الحالية المتبعة من الجهاز الفني للفريق الأول بمتابعة مباريات الناشئين لاختيار أبرز العناصر لتصعيدها للفريق الأول. ورغم تواجد الخماسي في قائمة المنتخب إلا أن هناك مواهب أخرى في فريق 2003 ستكون تحت منظار الجهاز الفني مثل محمد صلاح وعلي ياسر وكريم عبدون ومحي جمعة وعبد الرحمن علي وأحمد رفاعي، ليصبح فريق 2003 هو نواة المستقبل لفريق الكرة الأول.